سؤال بقى، دايما بنلاقي حتى على الفيسبوك ناس كتير تقول لك وتتريق على القصه دي، يقول لك دايما بسمع فوق صوت تحريك كراسي وترابيزات بالليل دايما، حتى لا الشقه اللي فوقك مثلا فش حد، او قد لا تكون دي كتير، دي كتير بالمناسبه، وتسمع صوت زحزحه وزق كراسي وترابيزات سفره بتتحرك وحاجات تقيله بتتحرك على الارض، وناس كتير بتجمع على ده ان هي بتسمع ده، ايه القصه دي بقى؟ ما هو في حاجه اسمها اشباح صاخبه. صاخب اللي بيعملوا دوشه بالظبط، دي عباره عن اشباح او جن او سي اي حاجه، هي حاجه عباره عن طاقه بتحب تعمل قلق وتخويف والكلام ده كله، زي بالظبط الجاسوم او زي بالظبط الجن العاشق. لا واحده واحده، خلينا في الاول في خلينا في الاول دول عشان نفهم. ماشي. قول. الأشباح الصاخبة دولت عبارة عن طاقة، كانت لها طاقة سلبية بتحرك الحاجات المادية. في ناس بيقولوا أشباح، ناس بيقولوا جن، ناس بيقولوا لا دي تهيؤات ما فيش أي حاجة خالص، بس ما فيش حاجة تجزم في الموضوع ده عشان برضه ما يقالش أنا بروج ل مفيش حاجة تجزم. أنا أعرف واحد، بس في مقاطع فيديو كتير جدا لمشاهد كده. أنا عايز أقول لك، أنا أعرف واحد حكى لي الموقف ده، بيقول ساكن في عمارة شيك في منطقة راقية جدا، عنده الدور اللي فوقه هو في نص العمارة، سين مثلا في الدور السادس، عنده السابع والثامن مش ساكنين، أنا أصحابهم مش موجودين، ودايما بيسمع صوت تحريك حاجات، فاتضايق جدا، فقال اطلع اشوف في ايه، يمكن هاجره حد جه، بلاش اي حاجه، مفيش اي حد. طب معقول هيكون من فوق؟ طب معقول الناس جيراني اللي تحت يسال يا جماعه على الجروب بتاع العماره، يا جماعه في حد بيحرك حاجه بالليل، مش كده نراعي بعض؟ يقولوا يا فندم احنا ما حركناش حاجه. الموقف دوت حصل معايا انا شخصيا، موضوع الدوشه والجري والتحريك ويطلع والكلام السلم ده كله، ويسمع ويشوف الصوت ده جاي منين. انا قاعد في فيلا وكده، ف تحتيه عمتي، فابن عمتي بيقول لي يا ابني خلي ادم ابنك يخف شويه الشقاوه والجري والتنطيط وكمان ما حبكتش تجره بالليل واحنا نايمين الصوفي الكنبه والكلام ده كله. قلت له يا ابني واحنا نايمين فين؟ احنا ما عملناش اي حاجه. بص لاخوه قال لي والله العظيم احنا سمعنا فوق عيل صغير بيجري الساعه 2 بالليل. ايوه الرجل اللي بتجري بسرعه دي بالظبط. وحاجه بتزق. قلت له يا ابني 2 بالليل بخلص شغل الساعه 1 ولا حاجه وبنام وخلاص كده، ما الا يخليني ازق انا بالليل. وكتير يعني الموقف ده اتكرر كتير جدا جدا جدا. بقى الموقف ده كتير ومالوش تفسير، ملوش تفسير، يقول لك احنا بانيين البيت ومفيش حاجه، او احنا بانيين الفيلا، او احنا بانيين البتاع العمار، يقول لك ما اعرف، واحد يقول لك انا في الدور الاخير وكل بيسمع، ملهاش تفسير نهائيا، ملهاش تفسير. في حاجات مش هيكون لها تفسير نهائيا مهما حاولنا ندور عن سببها، او الا حاجات ممكن العلم الناس بتستسلم بقى خلاص، اللي هو بقى مصحى حد يقول لحضرتك ايه، يقول لك يو ما تسكتوا بقى عايز انام، وصل الالفه لكده. ده بيحصل. زي بالظبط ما نخش اي مكان و السلام عليكم، طب انت بتسلم على مين؟ لا ده 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 ده, ده دينيا في الدين بالظبط. بتسلم على مين؟ معنى كده ان في تلقي السلام طبعا على اهل الدار، يعني في كائنات او في مخلوقات عايشين معانا. مظبوط. فحضرتك تقول عمار الدار، هم عمار. في انواع تانية بقى، في الجن الهوائي وفي الجن المائي وفي الكلام ده كله، في انواع كتير. لا بص الموضوع كبير، قصص كده كتير. ايوه انا هستأذنك واستسمحك، نخوف السادة المشاهدين معانا في مرة تانية، نخوفهم في مرة تانية، ونجيب بقى عشان وقت حتى بالليل كده ما ينفعش. ايوه عشان ده بتعرف تنام، انت لازم تروح الساعة 1:15. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك. انا شاكر جدا لوجودك معايا، وان شاء الله لينا لقاء قريب. انا شاكر اكتر، ربنا يبارك حضرتك. شكرا جزيلا. الصحفي والروائي الاستاذ عبد الرحمن دياب، تشكر جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك.